بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد حلقة مهمة، لأن هنتابع خلاص المستجدات بالنسبة لاستعدادات النادي الأهلي للبطولة الإفريقية نهائي دوري الأبطال. خلاص العد التنازلي لهذه المباراة الهامة، مباراة يوم 27 نوفمبر، باقي عليها حوالي 10 أيام. وأيضا كمان بعد أقل من ساعة مباراة منتخبنا الوطني مع توغو في الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون يناير 2022. طبعا حلقة النهاردة فيها تفاصيل كثيرة، لكن محتاج أبدأ أقول لكل جمهور النادي الأهلي وكل محبي النادي الأهلي في كل مكان ألف مليون مبروك. قناة النادي الأهلي فازت بالأمس بجائزة أفضل قناة رياضية عربية من مهرجان الفضائيات العربية، جائزة لها معنى كبير، جائزة لها قيمة كبيرة. النادي الأهلي وإعلامه دائما لازم يكون في الريادة، لازم يكون في المركز الأول، لأن أي شيء أو أي منظومة تابعة للنادي الأهلي لازم تكون في المركز الأول زي الكيان وزي مؤسسة النادي الأهلي في كل القطاعات. فكرة أن قناة النادي الأهلي تفوز بالمركز الأول في قناة رياضية من ضمن أهم القنوات الرياضية العربية، ده ليها معنى وليها مغزى، وده إن دل على شيء بيدل أن في كتيبة عمل بتعمل مجهود كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، لأن دائما وأبدا النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي لا يقبل سوى بالمركز الأول، وتحديدا قناة النادي الأهلي الواجهة الإعلامية للنادي الأهلي في كل مكان. بنحاول قدر الإمكان الكل على مستوى الحدث أن نقدم مادة إعلامية محترمة تليق أولا بمبادئ وقيم النادي الأهلي، وفي نفس الوقت كمان محبين النادي الأهلي موجودين في كل مكان فبيستنوا كل الجديد على شاشة قناة النادي الأهلي. هي البداية وليست النهاية، لأن احنا تعلمنا في النادي الأهلي فزت بجائزة أو حققت المركز الأول تقفل الصفحة وتبدأ تشوف شغلك في كتاب جديد وشغل جديد الفترة الجاية عشان دايما تكون في المركز الأول. إنجاز طيب وإنجاز مهم جدا لكل جماهير النادي الأهلي، وجاي في توقيت مهم، لأن في فترة قياسية وفي مدة زمنية قصيرة قدرت قناة النادي الأهلي بمحتوى جديد وبشكل جديد تفرض نفسها كما هي العادة على كل الفضائيات الرياضية العربية تحديدا خلال الفترة الأخيرة. إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في المزيد والمزيد، وكل كتيبة العمل من طبعا أكبر المسؤولين داخل المنظومة الإعلامية وتحديدا قناة النادي الأهلي إلى طبعا كل القطاعات داخل قناة النادي الأهلي بيسعوا بشكل كبير جدا هم يقدموا كل شيء يسعد جماهير النادي الأهلي. والفترة الجاية بإذن الله هتكون في إضافات وفي أمور أفضل وأفضل بإذن الله، لأن احنا دايما بنسعى نكون في مصاف المركز الأول، ودائما النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي خلف الكيان في كل مكان، وجمهور النادي الأهلي قادر على إنجاح أي شيء بإذن الله بيحمل اسم الكيان الكبير كيان النادي الأهلي. فهنيئا لكم بهذه الجائزة، لأنها في الأول وفي المقام الأول والأخير هي جائزة لجمهور النادي الأهلي. طيب ندخل بسرعة في حلقة النهاردة، والنهاردة معنا سؤال بالتأكيد له علاقة بالمباراة اللي هتنطلق إن شاء الله الساعة 6 مساء، مباراة توجو ومصر في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية. كل واحد يدخل ويشارك معنا عبر صفحات القناة على تويتر وإنستجرام وصفحة الفيسبوك، وتوقعاتكم لنتيجة المباراة. إن شاء الله المنتخب ممكن يعمل نتيجة إيجابية ويحقق المكسب، أم لا قدر الله ممكن يكون في تعادل أو نتيجة أخرى. كل يدخل يشارك، وكل واحد حسب وجهة نظره واللي شايفه من خلال المستجدات الأخيرة في مباريات المنتخب والمعسكر اللي بدأ منذ حوالي أسبوع استعدادا لهذه المباراة الهامة. لكن ندخل في حلقة النهاردة ونبدأ بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق الأول يستأنف تدريباته على ملعب التتش. وفي الترند المحلي، المنتخب الوطني في مواجهة توجو بتصفيات أمم إفريقيا. كمان في الترند العالمي، النني يغيب عن مباراتي ليدز وويلفر هامبتون بعد إصابته بالكورونا. أهلا بحضراتكم من جديد، وبالطبع النهاردة في مجموعة من المباريات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم. يمكن الجولة الرابعة كانت في مباريات بالأمس، لكن النهاردة احنا بنتكلم على حوالي 11-12 مباراة بيقام اليوم في الجولة الختامية من الجولة الرابعة. طبعا في حوالي 5 مباريات أقيمت اليوم في الساعة 6 عصرا،
رواندا والرأس الأخضر 0-0، مدغشقر مع ساحل العاج 1-1 تعادل إيجابي. وهذه المباراة تحديدا بإدارة الحكم المصري المونديالي الكابتن جهاد جريشة. إثيوبيا بتلعب مع النيجر وفائزة بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. لوسوتو مع بنين 0-0. والسودان عاملة نتيجة طيبة حتى الدقيقة 90، متقدمة على غانا بهدف مقابل لا شيء. فوز السودان إداها فرصة أن تدخل في مرحلة التصفيات ومنافسة قوية مع غانا المتصدرة ب9 نقاط، مع جنوب إفريقيا أيضا المتصدرة ب9 نقاط. الساعة 6 في 4 مباريات، توجو مع مصر طبعا مباراة بتهمنا وكلنا هننتظرها بشكل كبير، أنجولا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى مع المغرب، سيراليون مع نيجيريا، وفي الختام في مباراتين الساعة 9، تنزانيا مع تونس في دار السلام، وناميبيا مع مالي في ختام مباريات الجولة الرابعة. لكن في تصفيات كأس العالم من أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، فنزويلا مع تشيلي الساعة 11 مساء، وأيضا في نفس التوقيت الإكوادور مع كولومبيا. مجمل مباريات قوية جدا من التصفيات الإفريقية وأيضا تصفيات كأس العالم. تفاصيل أكتر في حالة النهاردة، أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند ترند. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. طبعا النهارده الحدث الابرز بالنسبه لنا عبر السوشيال ميديا مباراه توجو ومصر في الجوله الرابعه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم. المباراه صعبه جدا، المباراه عنق زجاجه بالنسبه لمنتخبنا الوطني نتيجه طبعا وضع المجموعه والنتائج التي تحققت خلال ال3 جولات الماضيه. منتخب جزر القمر بالتاكيد متصدر المجموعه بعد الفوز على كينيا، عامل نتائج طيبه جدا، ومنتخب جزر القمر كان فاز على توجو في لومي في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية بهدف مقابل لا شيء. وبالتالي عشان تقدر تتخطى هذه المجموعة وهذه التصفيات محتاج تعمل نتائج إيجابية خارج أرضك. صحيح اتعادلت في الجولة الأولى مع جزر القمر خارج مصر، لكن طبعا المباراة اللي أثرت معاك في النتيجة كانت مباراة كينيا، لما تعادلت مع كينيا في برج العرب، فبالتأكيد هذه النتيجة أثرت في ترتيب المجموعة، لأن المنتخب الوطني حاليا ب5 نقاط في المركز الثاني، وبالتالي محتاج يعمل نتيجة إيجابية النهاردة في توجو. طيب محتاجين نطمن أكتر على بعثة منتخبنا الوطني، خاصة أن في هذه اللحظات خلاص المنتخب على أعتاب الوصول إلى ملعب المباراة. لذلك أنا بيبقى معايا على الهاتف حاليا الزميل العزيز والناقد الرياضي الأستاذ محمد مراد، الناقد الرياضي باليوم السابع واللي موجود حاليا مع منتخبنا الوطني في توجو. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير ميجي، كل سنة طيب وخير ودايما. أهلا بيك يا محمد، وعايز أطمن منك على بعثة المنتخب والتشكيل الرسمي اللي بالتاكيد الكابتن حسام البدري خلاص اعلنه بشكل رسمي استعدادا لخوض هذه المباراه. يعني ماتش ماتش مستعد قوي للمباراه، يعني من ساعه ما جينا هم كانوا وصلوا قبلنا لفندق الاقامه اللي احنا موجودين فيه معاهم، بيتدربوا يعني بيتدربوا فترتين الصبح والظهر في ملعب في قلب الفندق بيتدربوا فيه، عندهم تركيز كامل، شايفين ان دي فرصتهم الاخيره لازم يفوزوا عشان يفضلوا في المنافسه على التاهل للبطوله لأم افريقيا 22 بالكاميرون. معاهم طبعا مدرب مخضرم كود زروا، طبعا ان التمرينات من التمرين تحديدا هو افريقيا بيدرب منتخبات افريقيا وعارف الكره المصريه ازاي وعارف نقاط القوه والضعف عندك في المنتخب، لكن ان شاء الله الحقيقه التركيز على اللعيبه. شفنا الكابتن حسام البدري امبارح عمل كذا تقسيمه وجرب كذا تشكيله، والنهارده يعني مش عايز اقول متفاجئنا، لا، ان محمد الشيخ كان امبارح برضو احد في التدريب، كان من اللعيبه المميزه في التدريب، قفشه برضو ظهر في مستوى كويس، كان الكابتن حسام بري وبيوقعه اكثر من مره، كوكا برضو في نفس النظام كان يعني لاعب امبارح واحرز اكثر من هدف في التقسيمه، كان يعني كان بيجرب اكثر من لعيب، رمضان كان بيلعبه جناح ايسر وتريزيجيه جناح ايمن في قطعه التقسيمه امبارح، لكن الحقيقه التشكيله زي ما انت قلتها محمد خلاص، محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد توفيق بدل يعني بدل محمد هاني المصاب للاسف واللي خرج قبل سفر المنتخب من القاهره للاردن، احمد توفيق ظهير ايسر، ايمن اسف وايمن اشرف ظهير ايسر، طبعا هو فضل الاعتماد على ايمن اشرف في هذا المركز في المباراه دي، عارف ان المنتخب عنصر خبره، وايمن وايمن يعني طريقته الدفاعيه احسن من فتوح في الماتش زي ده، طبعا انت عارف منتخب توجو نادي بيهاجم وما قدموش حل يا محمد الا الفوز، فهيبقى طبعا مهاجم، فقال لك ان ايمن اشرف افضل يعني عنصر خبره زي ما انت قلت، ومن ناحيه الدفاعيه بيعرف يدافع احسن من احمد فتوح. في الدفاع طبعا احمد حجازي لكن عنده طبعا لعيب مميز ولعيب بتاع خبره، والونش معاه طبعا هو معنويات منتخب بعد ما جاب جول الفوز في القاهره،
النص حامد وحمدي فتحي طبعا البديل بدل محمد حسين للاسف اللي اصيب بكورونا امبارح. وفي الهجوم بقى يعني خلاص جناح ايسر محمد جناح ايسر تريزيجيه ومحمد شريف جناح تريزيجيه جناح ايمن اسر محمد ومحمد شريف جناح ايسر وقفشه خلاص وسام مايكل على حساب عبد الله السعيد وكوكا على حساب مصطفى محمد. يعني شايف الكابتن حسام دافئ بيلعب في قصه لعيبه اللعيبه اللي هم يعني عندهم مجهود يعرفوا يقابلوا يعرفوا يوقفوا لعيبه توجو اللي اجسامهم مختلفه ومميزه جدا وعندهم لياقه بدنيه عاليه جدا. طبعا بره عندك على دكه المدرع الحقيقه اكثر من عنصر مميز عبد الله السعيد ولمهم صبحي وزيزو وان شاء الله يبقى لهم مصطفى محمد يبقى لهم ان شاء الله. طيب محمد والماتش يعني ان شاء الله نخرج في مباراه باذن الله. طيب سؤال اخير وسريع عشان الوقت وعشان برضو الصوت اكيد يعني جاي في تداخل في الشبكات انت بتتكلم طبعا. عايز اعرف محمد النني هل هيعود مع البعثة على الطياره في اجراءات احترازيه خاصه الامر ده هيكون جديد شويه وفي نفس الوقت في قلق عند الجماهير بسبب هذا الموضوع لان طبعا لسه اللعيبه لما ترجع مصر هيكون في مساحات طبيه هتتعمل خلال الفتره الجايه. ما اخر كلام محمد النني هيسافر مع عبد الله محمد خلاص كان في كلام طالع ان ممكن يسافر النهارده لوحده لا خلاص هم مسافر معانا على الطياره ودي اللي ودي التجهيزات والاستعدادات اللي تم الاتفاع عليها من قبل الجهاز الطبي والاداري سواء كابتن محمد بركات او الدكتور محمد ابو العلا ان في حاله اصابه اي لاعب بكورونا يرجع معانا على الطياره. يعني الكلام ده قبل ما نيجي لتوجو محمد ان هو كان في اتفاق مع وزاره الصحه والكوره هنا تشوفه ان لا قدر الله في حاله اصابه اي لعيب اللعيب ده يرجع معانا في الطياره وفي بالعزل جهاز الطب جايبها للدكتور محمد جايب حوالي 7 أو 8 بدل على كان عنده يعني معلومه ان هيبقى في اصابات في المنتخب فكان مجهز الحاجه دي وهيتم عزله في الطياره في مكان في اخر الطياره وفي مكان لوحده وهيتم يعني ابعاد بينه وبين اقرب حد حوالي 3 أو 4 متر. في دكتور مرافق للبعثه يعني متخصص في فيروس كورونا تحديدا محمد هيبقى متابع مع النني والحقيقه وتم فتح البث في برنامج علاجي ليه من امبارح وان شاء الله يرجع معانا على باذن الله القاهره بكره ان شاء الله نوصل الساعه 6 توقيت القاهره ونتمنى له الشفاء باذن الله ويرجع ونتكلم معاه باذن الله. الزميل العزيز محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات والتشكيله الرسميه وايضا كمان طمنا على كيفيه او الطريقه اللي ممكن يستخدمها الجهاز الفني او الجهاز الطبي في عوده محمد النني على نفس الطائره اللي هيعود عليها بعثه المنتخب ان شاء الله نتيجه طبعا اصابته بالكورونا بعد المسحه الطبيه اللي اجراها بالامس وقبل خوض مباراه اليوم. طبعا في تساؤلات كتير في هذا الموضوع والناس عايزه تطمن لان كمان لسه بعثه المنتخب لما ترجع مصر اكيد 100% لازم يكون في عزل او في اجراءات احترازيه هتتم لمده حوالي 4 أو 5 ايام للاطمئنان على كل حاله اللاعبين قبل ما يندمجوا ويخوضوا تدريبات مع انديتهم خاصه ان في 4 لاعيبه من النادي الاهلي مع المنتخب الوطني و6 لاعيبه من الزمالك مع المنتخب الوطني والفريقين مقبلين على نهائي دوري ابطال افريقيا بعد 10 ايام فبالتالي لازم يكون في اجراءات احترازيه هتتم خلال الساعات اللي جايه بعد عوده بعثه المنتخب الوطني. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل ترند الأهلي وكلام مهم جدا عن النادي الأهلي ولكن عبر السوشيال ميديا. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي. طبعا تدريب فريق النادي الأهلي انتهى منذ لحظات قليلة على ملعب مختار التتش بالجزيرة وخلال الفترة الحالية بيتسو موسيماني بيستعد للمرحلة اللي جاية. عنده مرحلتين، مباراة دور الثمانية مع أبو قير للأسمدة اتحدد ميعادها إن شاء الله يوم السبت القادم في برج العرب ثم نهائي إفريقيا إن شاء الله يوم 27 بعدها بأسبوع في استاد القاهرة إن شاء الله. لكن أطير بسرعة إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة مع الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي عشان عنده تفاصيل كتيرة النهاردة عن تدريب الفريق. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير عليك يا محمد، ده كل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما انت قلت يا محمد بالفعل هي مرحلة مهمة جدا لفريق النادي الأهلي، مباراة الدور الثمانية أمام فريق أبو قير للأسمدة في كأس مصر وأيضا الاستعداد للمباراة النهائية أمام نادي الزمالك يوم 27. تقدر تقول المباراة النهاردة في تفاصيل كتير وفي يعني بعض الأمور اللي نقف عليها ونتكلم عليها. مستر بيتسو موسيماني في البداية يا محمد كان ليه محاضرة نظرية مع اللاعبين إن هو بيتكلم مع اللاعبين على
اهميه مباراه ابو قير الاسمده في كاس مصر، وان يعمل عمليه فصل تام للاعبين على المباراه النهائي. ودي من النقاط المهمه جدا اللي مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو يتكلم مع اللاعبين، لعيبه النادي الاهلي، خاصه ان في مجموعه موجوده مع المنتخب المصري، كان حريص ان هو اللعيبه يكون تركيزها مهم جدا في مباراه ابو قير الاسمده، عدم الاستهانه بالخصم وعدم النظر للوضع اللي وجوده في دوري الدرجه الثانيه او ترتيبه، التركيز كله انها بطوله من البطولات المهمه للنادي الاهلي، وحس اللاعبين على ضروره ان احنا ناخدها خطوه مهمه جدا وتكون دافع للاعبين قبل المباراه النهائيه. ايضا كان حريص ان هو يطمن على محمد هاني وجاهزيه محمد هاني، ومن خلال خلالك يا محمد ومن خلال قناه النادي الاهلي انا باكد لك جاهزية محمد هاني ان شاء الله للمباراة النهائية ان شاء الله امام الزمالك في دوري ابطال افريقيا. محمد هاني يومين بالظبط يا محمد هيكون موجود في التمرين المران الجماعي للنادي الاهلي، يعني تقدر تقول بصورة مؤكدة محمد هاني موجود مع فريق النادي الاهلي في المران الجماعي عقب مباراة كأس مصر امام فريق سماد ابو قير. من الامور ايضا النهارده سعد سمير بيشارك في المران الجماعي بالتقسيمة، يعني شارك النهارده في التقسيمة الرئيسية لفريق النادي الاهلي، دي كلها من العمار العيان. دي لأول مرة يا فاروق، أول مرة سعد سمير يدخل التقسيمة الجماعية. لأول مرة بالظبط يا محمد، النهارده أول مرة سعد سمير يشارك في التقسيمة الجماعية لفريق النادي الأهلي. الحالة اللي ظهر عليها سعد سمير أقول لك إن شاء الله إن شاء الله سعد سمير واحد من الإضافات المهمة جدا جدا للنادي الأهلي، واحد من العناصر الأساسية للنادي الأهلي. أيضا من الأمور المهمة جدا النهارده مشاركة أحمد الشيخ بصورة جيدة، مشاركة وليد سليمان، حالة التألق اللي عليها مروان محسن وأيضا صالح جمعة، والحماسة بقى يا محمد اللي هنتكلم عليها على الناشئين. بمناسبة هذا الأمر يعني عايز أقول لك إن إحنا عارفين إن الفريق هيستأنف مرانه غدا في تمام الساعة 3 عصرا، لكن مستر بيتسو موسيماني عامل تقسيمة أو تراي ماتش للاعبين الناشئين، جامع مجموعة اللاعبين الناشئين كلها إن شاء الله يكون على ملعب مختار تيتش، عامل تقسيمة ما بين فريقين علشان يقف على بعض العناصر اللي هيقدر ياخدها معاه في مباراة أبو قير الأسمدة. مستر بيتسو موسيماني عايز يدي فرصة لمجموعة من اللاعبين الناشئين برضه في نطاق محدود، لكن عامل تقسيم ما بين بعض اللاعبين في بعض المراكز. يعني مستر بيتسو موسيماني عنده مثلا في بعض المراكز مركز زي مركز الظهير الايمن عنده ابراهيم السيد لاعب 99، وعنده احمد سيد عبد النبي لاعب مواليد 2002، عنده ايضا محمد شكري في مركز الظهير الايسر، عنده بعض اللاعبين عايز يقف على بعض المراكز اللي تكون تدعيم لفريق النادي الاهلي قبل مباراه ابو قير الاسمده، وبالتالي عامل تقسيمه ما بين لاعبي الناشئين علشان يقف على اغلب العناصر اللي هتكون موجوده معاه في مباراه ابو قير الاسمده. النهارده حاله الحماس اللي عند اللاعبين وكل لاعب عايز يقدم نفسه ويثبت نفسه لمستر بيتسو موسيماني. ايضا من النقاط المهمه جدا يا محمد اللي برضه عايزين نتكلم عليها كريم نيدفيد زي ما احنا عارفين انه خلاص في المرحله الاخيره ومرحله مهمه جدا، بيعمل يعني في مرحله مهمه جدا مرحله التاهيل الاخيره ما بين الجلسات مع دكتور طارق عبد العزيز في الجيم وجلسات العلاج الطبيعي، ولكن الجري حول الملعب واحد من يعني من الحاجات المهمه جدا اللي بقول لك ان محمد ان شاء الله كريم نيدفيد خلاص قريبا ان شاء الله يكون واحد من العناصر المهمه لفريق النادي الاهلي. عايز اطمنك زي ما قلنا ايضا على عمرو السليه كان موجود النهارده واجرى جلسه في الجيم مع محمد هاني والاثنين كانوا موجودين، وعمرو السليه خلاص يعني ان شاء الله انا يعني عارفين ان هو بيغيب مع المنتخب مصر لحصوله على الانذار وهيكون موجود ان شاء الله مع النادي الاهلي. ايضا من النقاط المهمه عايز اطمنك على زمالنا الكابتن سيد عبد الحفيظ ان علي معلول وجيرالدو واليو ديانج هيكونوا وهينتظموا في التدريب النادي الاهلي يوم الخميس، وبالمناسبه النادي الاهلي هيعمل النهارده كان اجرى مسحه طبيه، يوم الخميس هيكون في مسحه طبيه قبل المباراه ب 48 ساعه، العناصر كلها تكون موجوده، فريق النادي الاهلي هيكتمل القوام الكامل يا محمد يوم الخميس ان شاء الله في المران، يكون علي معلول هيكون ديانج هيكون جيرالدو علشان المسحه الطبيه اللي هتكون قبل المباراه ب 48 ساعه. طيب حسين الشحات محمد زي ما قلت لك غدا حسين الشحات يا فاروق حسين الشحات طبعا على الصوره يمكن كان بيخضع لإجراءات المسحه دي ماده ارشفيه من قبل، لكن حسين الشحات دخل في التقسيمه الجماعيه الحمد لله اصبح دلوقتي لائق طبيا للمشاركه في التدريبات الجماعيه ولا لسه؟ اطمنك يا محمد بالفعل النهارده حسين الشحات شارك في التقسيمه الرئيسيه، وكان بعض الجمل او بعض الامور الفنيه انت عارف احنا مش هنخوض في الامور الفنيه او التكتيك لمستر بيتسو موسيماني، كان جزء من محور التقسيمه بيتوقف على حسين الشحات وعلى كهربا وعلى صالح جمعه وايضا على الناشئ محمد حمدي عبد القادر لاعب النادي الاهلي اللي كان موجود من اللعيبه الناشئين، ايضا واحد هيكون من اللعيبه المهمه جدا، ايضا محمود وحيد من النقاط المهمه
ايضا يا محمد رامي ربيعه، انا عايز اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي النهارده، يعني رامي ربيعه في التقسيمه بيشارك بصوره اكثر من رائعه صحيا بدنيا، بتتكلم ان رامي ربيعه جاهز للمشاركه، جاهز لمباراه كاس مصر، جاهز لمباراه الزمالك. حسين الشحات النهارده يعني انا بقول لك بطمنك طيب. عليه وبطمنك على كل لعيبه النادي الاهلي. كم لاعب من قطاع الناشئين موجود في التقسيمه بالظبط؟ عدد اللاعبين قد ايه بالظبط يا محمد؟ سؤال مهم جدا. 18 لاعب موجود من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. 18 لاعب يعني انا عايز 18 لاعب موجودين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ما بين حارس مرمى محمد طارق وبتتكلم على رمضان ابو حطب، يعني لو هنستعرضهم مع بعض يا محمد يعني لو الوقت معك يسمح سريعا ممكن نستعرضهم. طيب. نستعرض مراكزهم، مجموعه مهمه، عندنا احمد سيد عبد النبي ظهير ايمن، عندنا ابراهيم السيد ايضا ظهير ايمن، عندنا محمد شكري طبعا، عندنا احمد السيد بيلعب في خط الوسط المدافع، عندنا فهد جمعه راس حربه، مصطفى فوزي راس حربه، عندنا صالح نصر هداف بطوله الجمهوريه المسلمين الموسم الماضي وقبل الماضي، لاعب مواليد 99، عندنا حمدي عبد القادر، عندنا جلال احمد بيلعب في مركز خط الوسط المدافع، عندنا احمد نبيل كوك ايضا لاعب خط وسط مدافع، عندنا لاعب وليد مصطفى جناح هجومي ايسر، عندنا يعني بقول لك مجموعه من اللعيبه، محمد حسام ميدو لاعب قلب دفاع فريق الشباب بالنادي الاهلي، يعني زي ما بنستعرض يا محمد هي مجموعه مهمه جدا ومجموعه مميزه من اللاعبين، واحمد السيد قلت تمام يا فاروق كلهم بالتاكيد عناصر واعده باذن الله. تمام فاروق صلاح، فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، وبصراحه يعني اتكلمت في تفاصيل مهمه جدا، وكانت في بعض النقاط غايبه عن الجماهير في الفتره الاخيره، عدد اللاعبين المصعدين من قطاع الناشئين، بكره في تراي ماتش مباراه للعدد من القطاع لاعبي قطاع الناشئين عشان الجهاز الفني يبقى في رؤيه ليهم بالنسبه للمرحله اللي جايه، فان شاء الله باذن الله تكون الخطوات كلها الفتره الجايه استعدادا لمباراه الكاس ثم نهائي افريقيا تسير على ما يرام. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ترند الأهلي وبعض الأمور اللي كتبت على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي. عندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند الأهلي وهنستعرض اللي اتكتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. أول حاجة من صفحة الوطن سبورت، طبعا بيتكلموا في الحساب الرسمي اليوم على تويتر إن رباعي الأهلي الدولي مهدد بالغياب عن الكأس بسبب محمد النني. طبعا الفكرة في رباعي الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة مهددين بالغياب عن مباراة أبو قير للأسمدة بسبب إصابة محمد النني لاعب وسط الأرسنال والمنتخب الوطني. طبعا الرباعي الدولي لن يشارك في تدريبات الأهلي إلا بعد ما يخضعوا لمسحة طبية بعد العودة من توجو. هناك أنباء أن ممكن بعد المنتخب ما يرجع اللاعبين سواء لاعب الأهلي الزمالك كل اللاعبين الموجودين في المعسكر للمنتخب ممكن يقعدوا حوالي من 3 إلى 4 أيام في عزل بحيث ان يكون في اكتر من مسحه طبيه للاطمئنان على حالتهم الطبيه قبل ما ينخرطوا في التدريبات الجماعيه مع انديتهم خلال الساعات القادمه. لكن بشكل عام هنعرف كل التفاصيل دي بعد مباراه اليوم، لان الفريق على طول بعد المباراه ان شاء الله هيرجع الى القاهره. طيب صفحه سوبر كوره معايا ايضا كمان على الفيسبوك كتبوا ان بدر بنون يخطر الاهلي بالعوده للقاهره غدا بعد التوقيع 4 مواسم. بدر بنون الحمد لله كان عمل مسحة طبية خلال اليومين اللي فاتوا والحمد لله يمكن المسحة سلبية فأصبح جاهز أنه يسافر من المغرب إلى القاهرة. أسرته أيضا كمان كان عايز يطمن عليهم، الحمد لله حاليا بصحة طبية جيدة، كلهم إن شاء الله هيكونوا جاهزين أنه يكونوا موجودين معاه في القاهرة خلال الفترة اللي جاية. طبعا بدر بنون هيتأيد ضمن الصفقات الجديدة وممكن إن شاء الله يكون متاح في نهائي الكاس ان شاء الله يوم 5 ديسمبر لما الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقه يتخطى مرحله دور الثمانية وقبل النهائي. لكن طبعا نهائي افريقيا لن يقيد لان بالتاكيد بتلعب بنفس القائمه القديمه وهيكون متاح باذن الله في الموسم الجديد. طيب كمان معانا من ترند الاهلي صفحه يلا كوره، يعني كانت نقلت حوار اجريه بين علي معلول وفرجاني ساسي على احدى القنوات الرياضيه العربيه، كان يعني مناظره بين الاثنين بس في اطار جيد جدا واطار بين الروح الرياضيه ما بين لاعبين بيلعبوا في المنتخب التونسي لكن نجم في النادي الاهلي ونجم في نادي الزمالك. وكان علي معلول بيقول فرص الاهلي هتكون 90% لكن الزمالك بالنسبه له هيكون 10%، المهم ان يحصل على لقب الافريقي احد لاعبي تونس وان شاء الله يكون الفوز لنا. ده كان راي فرجاني ساسي، لكن في نفس الوقت علي معلول كان شايف
ان بالنسبه له في مرتين ما كانش موجود في نهائي افريقيا بسبب الاصابه، لكن قال ان شاء الله الثالثه ثابته ويكون موجود في نهائي افريقيا. بصراحه كان لقاء مميز جدا وكان ليه صدى ايجابي جدا عبر السوشيال ميديا. ايضا كمان من صفحه بطولات نشروا تصريح لعلي معلول واتكلم فيه زي ما قلت لكم على ان في مرتين ما كانش موجود مع الاهلي في نهائي دوري الابطال، لكن ان شاء الله يكون التتويج معاه في الثالثه المره دي لما يكون ان شاء الله بيشارك في المباراه النهائيه. نتمنى يا رب النهارده مباراه تونس امام تنزانيا تمر بسلام ويكون علي معلول ضمن القوام الاساسي في نهائي دوري الابطال، عنصر مهم جدا في مباراه الزمالك. طيب كمان معانا من ترند الاهلي صفحه يلا كوره على تويتر نشروا تصريحات لدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللي قال فيها ان مباراه الاهلي والزمالك في نهائي دوري الابطال ستقام على ملعب استاد القاهره بشكل نهائي ورسمي، ولكن لم نحدد عدد الحضور الجماهيري في المباراه، ما زال الامر محل دراسه مع الاتحاد المصري لكره القدم. كنت شرحت الموضوع ده قبل كده مع حضراتكم وقلت ان الاتحاد الافريقي ما عندوش اي مشكله، السلطات المصريه مع اتحاد الكوره تحدد العدد وفي النهايه الكاف هيوافق طالما في خطه متعلقه بالحضور الجماهيري وبالاجراءات الاحترازيه. معلوماتي في هذا الشان انه حتى هذه اللحظه 25 فرد من الاهلي و25 فرد من الزمالك، لكن خلال العشرة ايام القادمه ممكن يجد جديد. ده حسب تصريحات دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي قال ان الامر حتى هذه اللحظه محل دراسه من الاطراف المعنيه. اخر حاجه معايا من ترند الاهلي سبورت 360 مصريه بيتكلموا على ان محمد ابو تريكه ومحمد بركات هم هدافي القمه الافريقيه باربعه اهداف لكل لاعب، كل واحد احرز اربع اهداف في دوري ابطال افريقيا وتحديدا في مباريات القمه بين الاهلي والزمالك. طبعا ابو تريكه اعتزل ومحمد بركات حاليا هو مدير المنتخب الوطني، لكن ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي قادرون على تحقيق نتيجه جيده في مباراه القمه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل فقره مهمه جدا من برنامج الترند وتفاصيل جديده هنتكلم فيها، وايضا كمان كلام عن المنتخب الوطني. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره المشاركات، لان كمان انا استعرض توقعاتكم بالنسبه لمباراه توجو ومصر، وكمان التشكيل ممكن ده يخلي الناس عندها احساس ان يكون في مكسب. هنشوف بشكل عام مشاركات الناس وتوقعاتها بالنسبه لهذه المباراه. طبعا هنبدا اول حاجه بعبد الله محمد بيقول 2-0 لمصر ان شاء الله، عبد الرحمن صابر بيقول 1-0 لمصر، زياد احمد ابو مصطفى بيقول 1-0 لمصر، محمد رمضان بيقول 2-1 لمصر. طيب كمان معانا مشاركات اخرى، ايه وحيد بتقول تعادل، احمد مصطفى بيقول فوز منتخب مصر 1-0، خليل الجراحي بيقول 1-0 لمصر، رمضان جمعه بيقول فوز مصر 2-0، حسام عباس التعادل 0-0. كمان راي اخر او اراء اخرى، عبده عاطف 1-1 فوز منتخب مصر 2-0، ده راي محمد عنتر. السيد علاء قال 2-1 لمصر، ابو كريم عبده جميل بيقول 1-1. لغايه دلوقتي عندنا اربع اراء بتقول التعادل الايجابي ما بين مصر وتوجو. طيب على تويتر كالمان بيقول تعادل ايضا، احمد عماد بيقول 2-0 لمصر ان شاء الله، وان شاء الله ناخد افريقيا التاسعه اهلي، ده بالنسبه للاهلي في دوري الابطال. ايضا كمان يوسف خالد بيقول ان شاء الله 2-0 للمنتخب، بس المهم الروح والاداء. محمد جمال بيقول هنكسب 1-0 ان شاء الله، حمدي فتحي هيهدف، واضح ان هو كان عنده معلومه او واثق ان هيكون في تغيير في التشكيله تحديدا في خط الوسط، وان حمدي فتحي هيكون من العناصر الاساسيه. طيب قبل ما اختم في 10 ثواني، التشكيله بشكل عام فيها تغييرات كبيره، بنتكلم على 7 تغييرات في التشكيله الاساسيه. طبعا ده ما بين مباراتين في 72 ساعه ممكن يعمل خلل فني، لكن بشكل عام نتمنى يا رب باذن الله يكون الجهاز الفني موفق في اختيار تشكيلته الاساسيه اللي هيلعب بها مباراه توجو. في راحه العناصر الاساسيه، في تغيير لعناصر اضطراريه نتيجه الاصابه والغيابات زي محمد هاني والسوليه، طبعا اصابه النني، عدم وجود محمد صلاح، كلها ظروف قد تكون معاكسه، لكن في النهايه نتمنى يكون الجهاز الفني اختار التشكيله المناسبه لهذه المباراه في هذه الظروف في توجو عاصمتها لومي، ومباراه بتقام بدون جمهور، والنتيجه الايجابيه مهمه جدا بالنسبه لمنتخبنا للخروج من عنق الزجاجه قبل المباراتين المتبقيتين في التصفيات الافريقيه. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وكل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني في اجتياز عقبه توجو، واشكركم وبالتوفيق يا رب باذن الله لمنتخبنا الوطني وللنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. شكرا والى اللقاء.